يوم الثلاثاء من الأسبوع الرابع من الصوم الكبير، إنجيل باكر من مزامير أبينا داود النبي بركات على جميعنا. استمع يا الله عدلي وإصغي إلى طلبتي وإنصت إلى صلاتي، فإنها من شفتين بلا غش هللويا. من إنجيل معلمنا متى البشير بركات على جميعنا. ماذا تظنون؟ إنسان كان له ابنان، فدنا إلى الأول وقال: يا بني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجاب قائلا: لا أريد. ولكنه أخيرا ندم وذهب. ودنا إلى الآخر وقال له مثل ذلك، فأجاب قائلا: أذهب يا سيدي. ولم يذهب. فمن منهما فعل إرادة الآب؟ فقالوا له الأول. فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم إن العشارين والزنات يسبقونكم إلى ملكوت الله. فإنه قد جاءكم يوحنا بطريق البر فلم تؤمنوا به، والعشارون والزنات آمنوا به، وأنتم رأيتم ذلك ولم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. والمجد لله دائماً.